بنواف يعني الحين خصوصا تتفق مع ابو خالد في كلامه، او خصوصا الحين في اخبار الصيف، دخلنا في الصيف الحين بنسمع بكثره في وسائل التواصل وفي الصحف كل يوم بنشوف تعاقدات في اسماء يعني ممكن تنتقل كبيره لانديه ثانيه، ولا هالصيف بتحكم الماده كثير؟ والله اكيد في موضوع الانتقالات الماده بتتحكم كثير، لكن نادي مثل الهلال عنده استحقاقات كثيرة سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الخارجي، خاصة في البطولة الآسيوية وهي مطمع لجميع الأندية السعودية. فأي فريق يرغب أن يبقى بطل أو في المنافسة الخارجية لا بد أن يطعم فريقه حتى على مستوى دكة الاحتياط، حتى يكون لديه دكة قوية. فالفريق الهلالي أنا أعتقد أنه ممكن يعني لو فكر يجيب محمد كنو او بجندوح اكيد انه فيه لعيبه بيعيرهم لانديه اخرى، وان شفنا يحتاجهم الهلال يا ابو نواف. والله يشوف هذا ما تقدر انت كنو ارتبط في الهلال كثير يا ابو نواف، يعني كنو ارتبط اسمه في الهلال كثير في الاونه الاخيره، لكن بجندوح كان في شد وجذب بينه وبين الشباب وبين اكثر من نادي. والله بالتاكيد حتى بجندوح الظاهر الموسم الماضي تداول اسمه كثيرا في خاصه في الاعلام والجماهير انه ينتقل الى، اما محمد كنو اعتقد ان لديه رغبه كبيره للانتقال، وعقده الظاهر على ما اعتقد باقي فيه الظاهر 6 شهور ويدخل الفتره الحره. محمد كنو مطمع لكل نادي، كذلك بجندوح مطمع لكل نادي، خاصه الانديه التي ترغب في المنافسه و تريد ان تقوي الدكه، فاللاعبين يعني مطمع لجميع الانديه. فريق الهلالي فريق يعني الموسم القادم يعني تفكيره في الاسيويه، اعتقد انه حق مشروع ان يجلب اي لاعب يكون ذو قيمه فنيه للفريق.